قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إنفست كورب البحرينية القابضة حازم بن قاسم إن الشركة تعمل على مبادرات متعددة مع إندونيسيا مع سعيها للتوسع في جنوب شرق آسيا. وأضاف بن قاسم في تصريحات لمنتدى رويتس للأسواق العالمية الذي يقام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الشركة لديها مبادرتان في إندونيسيا في الوقت الحالي بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين. وأوضح أن المبادرة الأولى تتعلق بمزود خدمة غسيل الكلى الهندي نيفرو بلاس الذي من المقرر أن يتوسع في إندونيسيا، والثانية بشركة محلية رائدة تعمل في تجارة التجزئة تم الاستحواذ عليها في الآونة الأخيرة.